اهلا بكم متابعي تحيا مصر في كل مكان. الجامعات تستقبل طلابها اول يوم دراسه من داخل جامعه القاهره، وبنرصد لكم الاجواء واستعدادات جامعه القاهره لعودة الدراسة من جديد. يمكن شايفين الطلاب بتدخل من بوابات التعقيم وملتزمين بارتداء الكمامة في أول أيام الدراسة، وهنستعرض معاكم الأجواء داخل جامعة القاهرة. يمكن شايفين التزام كبير من جانب الطلبة في أول أيام الدراسة. وشايفين حضور كبير في أول أيام الدراسة طبعا زي ما احنا شايفين. شايفين التزام الطلاب في أول أيام الدراسة من داخل جامعة القاهرة، والتزام كامل بارتداء الكمامات مع بداية الدخول في البوابات التعقيم. طبعا دي بتيجي تحت توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ودكتور جعان الشاذلي نائب رئيس الجامعة ووكيل الجامعة للطلاب. يمكن ده احنا طبعا جنب مدرج كلية التجارة. ومكملين معاكم متابعي تحيا مصر التغطية لاستقبال جامعة القاهرة طلابها في أول يوم، وانتظرونا من باقي المدارس والجامعات. كنا زي ما شفنا استقبال الطلاب ويدخلهم عبر البوابات أو بوابات التعقيم وارتدائهم الكمامات. هنحاول إننا نجيب التزام الطلاب داخل المدرجات. يعني احنا دلوقتي جنب كلية تجارة مدرج تجارة. اشكركم جدا.